السلام عليكم المتابعين ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت ندير واحد الكراتان ديال البطاطا ساهل. كنت رديت يعني البطاطا هي كطيب ليها وقلت علاش لا ما نصورش، وكنت بديت وفكرت قلت نشارك معكم بان هذه الوصفه سهله وبغيت نشارك معكم يعني شنو موجود هنايا. المهم درت هنايا البصله كطيب مشلضه مع شويه الكفته. عندي هنايا الفلفله كيما دايره عندكم الفلفله يعني الوان ولا خضره بوحديتها. المهم واحد جوج تخيزوات. يلا بديت كنت كنحك الخيزو وفكرت يعني نشارك معكم هذه الوصفه. صافي البطاطا خليتها ليه كتسلق. المهم نخلي شويه هاد البصله تشحر مع هذيك الكفته ونرجع معكم ان شاء الله. انا نمشي نقطع هذا الشيء ونرجع معكم. صافي هنايا نزلت لي هذيك الخضره يعني وجدات. ندير ليها شي شويه العطريه، ندير التحميره وسكين الشبيه، ندير اللي بزار البصل، ندير شويه ديال الهريسه يعني التحميره الهريسه، ونديرو شويه ديال الحبق. انا مؤخرا كنستعمل الحبق كيجيو ليا في يعني في الماكله كتجي زوينه. صافي نحك مزيان هذا الحبق، نزيد شويه وقصبور معقنوس. تا هو قصبور معقنوس هو ما عندي يعني جاف فيه. نزيد شويه صافي، درت ليها ديك الحبق وشويه د الزعتر. انا عندي هاديك ماشي الزعتر عادي، عندي هاديك الصغيره الزعتره، حنا كنسميوها الزعتره. المهم الزعتر زوين ولكن انا عندي اليوم هادي. شي مرات كندير ديك الزعتر عادي، شي مرات كندير هادي. المهم نفس المذاق. صافي نزيد الملحه دائما كنقول لكم حسب الذوق. البطاطا حتى هي وجدات، البطاطا درت ليها هذيك سميتها الملحه، ودابا هادي ندير لها شويه ديال الطماطم المركز، نزيد لها واحد المعلقه وصافي هي قريب توجد. المهم صافي ندير غير ديك المعلقه ديال المطيشه وواحد دقيقه ولا جوج دقائق نطفي عليها. صافي راها واجده، نتلاقاو من بعد. صافي يا خوتي راني رجعت عندكم. ديك البطاطا فاش سلقات علقتها مزيان وديرتها في الطاوله اللي غتدخل الفرن، وديرتها على شكل يعني في الوسط خليتها شويه محفوره. يعني شوفوا يعني في الجناب طلعتها هايدا، طلعتها كلشي، وفي الوسط ديرتها على شكل حفره يعني باش نعمرها بهاد الحشوه. المهم نسد التليفون هنا، يلا بسم الله. ودابا هاد الحشوه نعمروها، هاد الحشوه نعمروها هنايا. ساهلة ما كديش يعني الوقت وصراحة كتجي لذيذة. صافي ندخل مزيان هاد الحشوة اللي عندنا، ندخلها في الوسط. صافي
ودابا نجيب فرماج محكوم. بسم الله. شكيتبان لكم وانتم ديروا الى عندكم بزاف ديروا الافراد العائله بزاف ديروا سينيه كبيره. حنايا شويه وصافي بينا. صافي نعمر هكا مزيان بالفرماج. نكب كاع هاد الفرماج اللي عندي هنا. صافي ونسطحها شي شويه هايده. لحقاش غنكب عليها بيرشاميل. بيرشاميل راكم كلشي كتعرفوا توجدوا بيرشاميل، يعني درت واحد معلقه كبيره ديالها هي واجده بيرشاميل، معلقه كبيره ديال الدقيق، ومعلقه كبيره ديال الزبده والبيض. اسمحوا لي بيرشاميل كلشي كيعرف يوجدها. معلقه ديال الدقيق، معلقه ديال الزبده كبيره، وشويه ديال الملحه، وشويه الابزار، والكاس ديال الحليب، وديت ليها حتى الكاوزه. بسم الله. المهم نسرح كلشي. صافي غندخلها الفران فاش غطيب. هادشي كلشي طايب، يعني غتحمر ليا غير الفوق هاد لاصوص بيرشاميل وصافي. المهم نتلاقاو من بعد ان شاء الله يا ربي. ها هو الكاطي ديالنا واجد. صافي تحمرت داك البيرشاميل الفوق. بسم الله. شوفوا كيفاش كتجي، واش كتبان لكم؟ الصراحة كتجي طبقة. شوفوا كيفاش كتبان. صراحة جات زوينة. شوفوا داك الفرماج دايب. ويمكن تمنى تجربوا هاد الوصفة، صراحة سهلة وكتوجد ضيا ضيا. توجدوها هكا العشاء خفيفه، يعني ما كديش الوقت. المهم نخليكم بالصحه والراحه، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.